رمضان الكريم يعد صيام المؤمن سبباً لدخوله الجنة. فعن أبي أمامة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم أتيته الثانية فقال: عليك بالصيام. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم، وانعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ غنيكم.